بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هنا العرائش، نرحب بكم وكنرحبوا بواحد الضيف من مدينة طنجة ديال مخيم القضاء، السي عبد الصمد. تبارك الله عليك، مخيم مدينة العرائش. نعم، كنشكروا الناس العرائش على هذا الاستقبال الرائع، بخصوص السي عبد السي كرين نور الدين. تبارك الله عليك فعلا، صراحة فضاء رائع والروعة ديالو زادت بهاد الناس هادو اللي استقبلونا. ناس زعما استقبلوا الوليدات بواحد الشكل يعني بحرارة، وكيشرحوا لهم إلى آخره. هذا مخيم القادة اللي كنظموا في مدينة طنجة، فيه 10 أيام. هو مخيم حضاري، يعني الوليد كيجي عندنا من 9 الصباح حتى 6 العشية، كيبقى معنا في مؤسسة في الفضاء ديال المخيم، اللي عندهم لي ماتيني لي سورتي، لا بيسين، بحار، بحال دابا عندنا الكاياك ويا الريض إلى آخره. نعم، بحال هاد الخرجة اللي جينا للعرايش اليوم، عندنا اليوم كامل في العرايش. نعم، من طنجة جينا غندوزو هنا يوم كامل، اللي جات غيدوزو الرياضات البحرية، غادي يمشيو يتغداو في ريستورون في المدينة، وغيعملوا واحد الجولة في مدينة العرايش، وبعد يرجعوا. والأيام الأخرى ملي كنرجعوا للمخيم، الوليدات كيكون عندهم حصة ديال الكوتشينغ والتنمية الذاتية، وكتكون عندهم حصص ديال الأندية، الموسيقى والمسرح والرياضة إلى آخره. واش هذه الدعوة جاتكم من السيد ديال رئيس جمعية مرحبا لركوب ديال الكاياك سي نور الدين؟ حنا هما عندهم شراكة مع المؤسسة اللي كنشتغلوا فيها في المخيم. وبالتالي في اطار هذه الشراكه هذه اقترحوا لنا اننا نلتحقوا بها، وصراحه ما توقعناش ان الفضاء غيكون جميل بحال هكا. لا لا، جميل على هذا الشكل، والتنظيم وزعما الجمعيه تبارك الله عليهم، داك الشيء منظم زعما على طراز عالي. كي جاتك العرائش؟ لا رائعه بصراحه، لا العرائش دائما رائعه، الواد والبحر صايبه ياك، دائما رائعه، معروفه بالحوت ياك. يا وكل شيء الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله رانا كل السردي اليوم. ياك اخي، مرحبا بك اخي عبد الصمد، ويعني وفهمتي مرحبا بكم في مدينه العرائش وفي مدينتكم. اجي كيفاش جاتكم؟ نسولوا سي كرين. نعم، نور الدين سي كرين. نعم، كيفاش عندكم العلاقه بين يعني بين الجمعيه ديالكم وبعض يعني المخيمات او جمعيات اخرى من طنجه والمضياف؟ يعني نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله عندنا علاقات قيمه مع الناس. كاخي احمد بوراس ديال طنجه، سي عبد الصمد اللي جعلنا دابا مرحبا بهذا النهار الكبير هذا، لان استقبلنا والوليدات عنده وليدات رائعين. حاجه وحده اللي عجبتني كيسمعوا زعما كاين شي تلامذ اللي شبروا واحد اللي تغد لي كاياك غبي. ايوه، هذه جات واخا انت رائع اخي نور الدين، راه جيتي من فلوريدا من امريكا وعامل هذه المسائل هذا. تبارك الله عليك اخي غبي، خبره شويه. واخا واخا، تبارك الله عليك، عنده واحد الغيره على المدينه. ولا نعم، واخا شكرا لكم اخي، شكرا للجريده ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا.